أهلا وسهلا. في هذا الدرس راح نستكمل ما بدأنا فيه من الدروس السابقة. راح ننشأ مشروع end to end لشبكة الجيل الثاني بالـ2G، وراح نحسب الكفرج اريا، وراح نحلل السيجنال ليفل، نحسب الثروب. بس كأول خطوة راح نراجع الأساسيات اللي من المفترض كنتوا تراجعوا مع تطبقوا معاي أول بأول، بحيث إنكم تكونوا مرنين مع هذه التولز. فنبدأ بأول شيء، ننشأ مشروع جديد. زي ما تعلمنا إن من شريط الأدوات نضغط عليه new or من file، نضغط على new or من الكيبورد control n. تظهر لي الويندو هذه، تطلع لي الويندو هذه. نختار التمبلت الخاص بالتوجي اللي هو سبق تكلمنا عليه، هذه التمبلت ووضحنا كل تمبلت ايش تدعم من تكنولوجي. فبالدبل كليك اور بضغط التحديد ونضغط عليه اوكي، هيك نكون فتحنا مشروع خاص بالتوجي بخصائص الجيل الثاني او الجي اس ام.